بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك بزيارة دولة. وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح، ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله المعوشرجي، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي، وكبار المسؤولين بالدولة. هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ علي جراح صباح لمحمد الصباح، ومعالي الشيخ عبد الله فهد المالك السلمان الصباح، ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، ومعالي الشيخ صلاح ناصر العلي لمحمد الصباح، ومعالي الشيخ فهد سالم صباح الناصر الصباح، ومعالي الشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح، ومعالي الشيخ عبد الله سالم صباح السالم لحمود الصباح، ومعالي الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري. رافق سموه السلامة في الحل والترحال. فهذه الزيارة، زيارة سمو أمير دولة الكويت، يعني تحظى باهتمام شعبي على مستوى عال، وباهتمام القيادة على المستوى الرسمي باعتبارها أنها أول زيارة. مشاهدينا نتابع معكم وعلى الهواء مباشرة الطائرة المقلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. لحظات وتصل الطائرة إلى مطار حامد الدولي في العاصمة الدوحة في دولة قطر الشقيقة. أيها الأخوة، نشاهد معكم طائرات القوات الجوية الأميرية القطرية التي ترافق الآن الطائرة المقلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه فور دخولها الأجواء القطرية. إذن أيها الأخوة والأخوات، نشاهد في هذه اللحظات هذه الصور الحية والمباشرة والتي تأتيكم من قطر الشقيقة، وننقل لكم وصول الطائرة المقلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. مشاهدينا، سيكون في مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله ورعاه أخي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة. الأميرية القطرية وهي صورة تحمل الكثير من الدلالات حول أهمية وقيمة ضيف قطر في بلده الثاني، وهي تجسد كذلك العلاقة الاستثنائية المميزة والنموذجية والناصعة والتي تحمل في سجلها إنجازات ومواقف وعناوين تاريخية ملهمة للعلاقات الراسخة على عقود طويلة.
إذن مشاهدينا نتابع معكم على الهواء مباشرة في هذه اللحظات والمشاهد الحية وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مطار حمد الدولي في العاصمة الدوحة في دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة، وذلك للالتقاء بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. كنا مشاهدينا قبل قليل قد تابعنا الطائرات القوات الجوية الأميرية القطرية وهي ترافق الطائرة المقلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه فور دخولها الأجواء القطرية. مشاهدينا، العلاقات الكويتية القطرية علاقات مبنية على أواصر المحبة ومتانة وعمق العلاقات بين البلدين. هذه العلاقات الكويتية القطرية علاقات وطيدة ومتجذرة على كافة المستويات، حيث ترتبط دولة الكويت مع دولة قطر الشقيقة بعلاقات استثنائية ذات خصوصية متميزة وتحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف. أيها الأخوة والأخوات، لازلنا معكم مستمرين في هذه التغطية الشاملة والحية والمباشرة بمناسبة زيارة دولة التي يقوم بها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى دولة قطر الشقيقة. مشاهدينا، تعتبر هذه الزيارة هي الزيارة الأولى لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدولة قطر الشقيقة بعد توليه مقاليد الحكم، وتعتبر هي الزيارة الرابعة في جولاته الخارجية الخليجية منها، حيث كانت الزيارة الأولى للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وزيارة ثانية لسلطنة عمان الشقيقة، فيما كانت الزيارة الثالثة لمملكة البحرين الشقيقة. مشاهدينا، هذه الزيارة التي يقوم بها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في إطار السعي المتواصل لتعزيز العلاقات القطرية الكويتية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. إذن مشاهدينا، وكما تشاهدون في هذه اللحظات وهذه الصور الحية وصول الطائرة الأميرية المقلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مطار حمد الدولي في العاصمة الدوحة في دولة قطر الشقيقة. أيها الأخوة والأخوات، إذا ما تحدثنا في الذاكرة التاريخية لا ننسى الموقف القطري المشرف قيادة وشعبا إبان الغزو العراقي الغاشم، حيث كانت دولة قطر الشقيقة من أوائل الدول التي أدانت الغزو. وفتحت
أبوابها لاستقبال ما يقارب 9300 مواطن كويتي، حيث شاركت القوات القطرية في حرب تحرير الكويت بالقوات البرية والجوية، وساهمت القوات الجوية القطرية بتنفيذ 60 طلعة جوية. أيها الأخوة والأخوات، نتابع معكم في هذه اللقطات الحية من مطار حمد الدولي في دولة قطر الشقيقة. وفي هذه اللحظات وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ علي جراح صباح المحمد الصباح، ومعالي الشيخ عبد الله فهد المالك السلمان الصباح، ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، ومعالي الشيخ صلاح ناصر العلي لمحمد الصباح، ومعالي الشيخ فهد سالم صباح الناصر الصباح، ومعالي الشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح، ومعالي الشيخ عبد الله سالم صباح السالم الحمود الصباح، ومعالي الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح، وكبار المسؤولين بالديوان الأمري. إذا المشاهدين نتابع معكم وعلى الهواء مباشرة في هذه الصور الحية من مطار حمد الدولي وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى دولة قطر الشقيقة. مشاهدينا، تتميز العلاقات الثنائية في إطار الروابط الأخوية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة، وما حققته بفضل رعاية وحكمة قائدي البلدين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة حفظه الله، وحرصهما الدائم على تعزيز وتدعيم أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. أيها الأخوة والأخوات، لا شك بأن الروابط التي تجمع دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة تعد نموذجاً للعلاقات الأخوية الراسخة وصلات الوثيقة التي تسود بين الدول الشقيقة، نظراً لأواصر كثيرة تجمعهما، لا سيما التاريخ واللغة والدين ووشائج الغربة، ولأوجه التعاون العديدة الأخرى التي يحرص البلدان على تعزيزها. أيها الأخوة والأخوات، إذن وصل قبل قليل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أرض قطر الشقيقة في مطار حمد الدولي. لا شك مشاهدينا الكرام بأن هذه الزيارة تضيف لبنة جديدة في صرح العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تبلورت على مدى السنوات، إن الكويت تستذكر
تاريخ وعمق العلاقات الأخوية التي تربطها بدولة قطر الشقيقة على كافة الأصعدة وعلى مستوى العلاقات البينية وعلى مستوى منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فبعد استقلال دولة قطر الشقيقة في سبتمبر عام 1971 سارعت الكويت التي كانت أول دولة عربية وثالث دولة بالعالم تعترف بدولة قطر إلى إقامة علاقات دبلوماسية معها على مستوى السفراء في العام نفسه. عودة مشاهدينا إلى ضيفي في الاستوديو سالم سعد، ونحن نتابع هذه اللقطات الحية والمباشرة من مطار حمد الدولي. نعم. والتي تواكب وصول حضرة صاحب السمو أمير بلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. نعم. والوفد الرسمي المرافق لسموه، كيف تعلق على هذه المشاهد وهذه الزيارة الأولى التي ذكرناها قبل قليل؟ يعني بلا شك أن صاحب السمو هو ضيف كبير على أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد، تقديرا واحتراما واعتزازا. شاهدنا استضافة. إذن نتابع مشاهدينا في هذه اللحظات وصول سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وفي مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. إذا نتابع في هذه المشاهد الحية والمباشرة من مطار حمد الدولي في الصالة الكبرى للقاعات الأميرية في مطار حمد الدولي واستقبال سمو أمير بلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه. رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوات الأمن الداخلي الأخوية. وطبعا مشاهدينا الكرام، سمو الأمير وأخيه الضيف الكبير بعد هذا الاستقبال في القاعة الأميرية، كما نتابع سيتوجه بإذن الله القائدان إلى الديوان الأميري حيث ستكون بإذن الله هنالك مراسم ترحيبية أخرى على امتداد هذا المسار، هذا المسار بين مطار حمد الدولي والديوان الأميري. زيارة إذن مشاهدينا الكرام تعتز بها دولة قطر كما تعتز بها دولة الكويت، وهي نموذجية واستثنائية ومميزة، يعتز بها البيت الخليجي. وكما نلاحظ مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء وفي هذه الزيارة وهي زيارة الدولة، الجميع يتطلع بإذن الله من الكويت إلى دولة قطر ومن قطر إلى الكويت لتلك الوشائج المشتركة وإلى مستقبل بإذن الله مشرق وتعاون أوسع يجسد ويستثمر كل ما تحقق سابقا من إنجازات أخوية ومشاريع تنموية ومواقف ونجاحات على مختلف الأصعدة. الآن مشاهدينا الكرام ربما أترك ضيوفي في هذه الأثناء يعني للتعليق على هذه اللقطات. دكتور، يعني توقفنا معك و 30 ثانية نتعلق بشكل سريع على هذه اللقطات. لقطات محبة ألفة.
إذن مشاهدينا نتابع في هذه اللحظات هذه الحديث الودية بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني في القاعة الكبرى بالصالات الأميرية في مطار حامد الدولي، حيث يصل سمو أمير البلاد اليوم وفي هذه اللحظات في زيارة دولة إلى دولة قطر الشقيقة. إذن مشاهدينا لا شك بأن العلاقات الكويتية القطرية تتواصل وتترسخ بجهود مستمرة تجسدت في تبادل وجهات النظر حول مستقبل البلدين الشقيقين والعمل المتواصل لتعزيز التعاون وتقوية الشراكة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجال العسكري والأمني والتعليم والسياحة. تحرص أيها الأخوة والأخوات دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة على تحقيق أعلى درجات التوافق والانسجام في إطار الروابط الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، حيث أصبحت الشراكة الثنائية متطورة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية. ولا شك بأن هناك أيها الأخوة والأخوات حرص دائم على فتح قنوات جديدة للتواصل والتآزر والتعاون المشترك لما يخدم مصلحة البلدين ويساهم في استقرار ونماء منطقة الخليج. أيها الأخوة والأخوات، نتابع وإياكم وعلى الهواء مباشرة في هذه التغطية الشاملة من مطار حمد الدولي وتحديدا في القاعة الكبرى بالصالات الأميرية، حيث يستقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أخاه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه في زيارة دولة التي يقوم بها سموه حفظه الله لأول مرة بعد توليه مقاليد الحكم. وكما نعلم سيداتي وسادتي بأن هذه هي الزيارة الرابعة لسموه حفظه الله في جولاته الخارجية الخليجية منها. أيها الأخوة والأخوات، نعود لضيفي المحلل السياسي في الاستوديو ونتحدث عن هذه المشاهد الحية لزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في زيارة دولة لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. سمساعد وأنت تشاهد معي هذه اللقطات الحية وهذه الزيارات الأخوية، لا شك بأن هناك يعني أواصر كثيرة تجمع ما بين الزعيمين هنا في هذه الصورة الحية بين سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. تفضل. نعم، يعني شاهدنا يعني طريقة السلام سمو أمير دولة قطر على أخيه حضرة سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل بكل ود وكل تقدير وكل احترام، وهذا دل على علاقة الدولتين الشقيقتين بعضهما لبعض. أضف على ذلك يمكن موفد تلفزيون دولة الكويت الأستاذ بندر أيضا تحدث عن العاصمة الدوحة أنها تزينت بالعلم الكويتي
جنب بجنب إلى العلم القطري. أضف على ذلك الأخ الصحفي أو الإعلامي القطري أيضا تحدث عن فرحة الشارع القطري بالضيف الكبير. اليوم احنا نتحدث عن علاقات وطيدة ما بين البلدين الشقيقين والشعبين الشقيقين، وإن كانت هناك في علم السياسة أو العلم أو على المستوى العلاقات الدبلوماسية أي تقاطعات، إلا أن بنهاية المطاف هي لا تخضع إلى المواقف المؤقتة، إنما المواقف الراسخة والثابتة بين البلدين الشقيقين. هكذا هي العلاقة ما بين الكويت وشقيقتها دولة قطر. أضف على ذلك شعار تلفزيون دولة الكويت اليوم، تلفزيون دولة الكويت يتحدث عن مصير واحد، وهذا يدل على أيضا العلاقة المصيرية التي تجمع البلدين الشقيقين والقيادتين الشقيقتين والشعبين الشقيقتين. نعم سيد سعد، يعني لا شك بأن هذه الزيارة التاريخية ستتناول المباحثات بين الجانبين الشقيقين نحو مزيد من الشراكة. لو تحدثنا أكثر حول فرص وكذلك مجالات الشراكة بين الجانبين الشقيقين. يعني احنا قبل شوي في بداية مداخلتنا تحدثنا عن أيضا التبادل التجاري والاستثماري ما بين البلدين، أيضا عدد الشركات الكويتية في قطر وأيضا عدد الشركات القطرية في الكويت المشتركة. بالضبط. نتحدث أيضا عن أن الاستثمارات المتبادلة ما بين البلدين الشقيقين تلامس أو تتجاوز 7 مليار دولار. إذن استثمارات ضخمة للطرفين في البلدين الشقيقين، قوانين يعني تتشابه فيما يخص طبعا القوانين الخليجية وأيضا القوانين بين البلدين، التبادل التجاري، السوق القطري سوق جاذب وسوق واعد، وكذلك السوق الكويتي سوق جاذب وواعد للمستثمرين. لذلك نجد أن حركة الاستثمار على جميع القطاعات، إن كانت على قطاعات خدمية أو بنكية أو مالية أو استثمارية أو غذائية أو غيرها من القطاعات، نجد هذه القطاعات اليوم متبادلة ما بين الجانبين القطري والكويتي. تجاوزت أعداد الشركات إلى 500 شركة هنا وهناك، تجاوزت حتى الوفود الرسمية على المستوى التجاري والاقتصادي والاستثماري، نجد هناك زيارات رسمية، نجد هناك حتى شركات يعني مجالس إدارتها مشتركة ما بين البلدين الشقيقين. إذا ما تحدثنا سيد مساعد يعني وفق إحصائيات الأخيرة للشراكة أو وجود الشركات الكويتية في دولة قطر الشقيقة، المملوكة نقول 100% للكويتيين، وصلت إلى 170 شركة كويتية موجودة في دولة قطر الشقيقة، وهناك كذلك شركات كويتية قطرية مشتركة. صحيح. وصلت تقريبا إلى 665 شركة قطرية كويتية. يعني هذا التعاون وهذا التبادل في يعني التجارة نقول البينية ما بين الكويت ودولة قطر، لا شك بأن لها انعكاسات كثيرة ودلالات كبيرة على تطور الاقتصاد ما بين الجانبين. حتى التنسيق الملاحي ما بين ميناء حمد وأيضا ميناء شويخ فيما يخص الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن، وأيضا عملية توزيع البضائع وتخزين البضائع ما بين الطرفين أيضا هي موجودة. احنا نتحدث بشكل عام، يمكن ما نعرج بالتفصيل، إنما نتحدث بشكل عام. قبل شوي عرجنا على الشركات هنا وهناك حتى على صعيد المشاريع التنموية ذات يعني الرافد الاقتصادي الكبير جدا. أتحدث عن السكك الحديد، مثلا سكك الحديد القطار الخليجي المشترك، دولة قطر كونها عضو في هذا المشروع وأيضا دولة الكويت، كلاهما أيضا يبحث بالدفع بهذا المشروع الضخم جدا والذي تساهم فيه كل دول الخليج. أيضا هذا سيساهم فيما يخص النقل متعدد الوسائط ومعدل أو زيادة معدل نقل البضائع، ونتحدث عن التجارة البينية. لا ننسى أن اليوم أيضا طريق الحرير يمر عبر الخليج العربي، وأيضا طرق الشحن الأخرى التي تمر من خلال الهند إلى جبل علي إلى المملكة العربية السعودية إلى الأردن. إذا نحن نتحدث عن منطقة اليوم، وأتحدث عن شبه الجزيرة العربية بشكل كلي، عن خطوط اللوجستية في المنطقة هي اليوم فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع. أتحدث أيضا من جانب آخر عن الشركات الاستثمارية التي تصب اليوم في هذا القطاع. كل هذا يلقي بظلالة على أيضا
تنمية الاقتصاد وأن يكون اقتصاد مواكب لهذا الحاضر ومتطلع أيضا للمستقبل. إذن سام سعد، يعني ذكرت نقاط كثيرة تجمع بين البلدين الشقيقين. نعم. كتعاونات يعني نقول اقتصادية، يعني في عام 2017 تقريبا تم تدشين الخط الملاحي مثل ما ذكرت بين ميناء حمد وميناء الشويخ. نعم. الكويتي، وبلا شك بأن لعب دور محوري كبير في مضاعفة نقول حجم التبادل التجاري ما بين البلدين. نعم. هذه العلاقات سام سعد التجارية بين دولة قطر الشقيقة ودولة الكويت، لا شك بأن في الفترة الأخيرة شهدت تطور ملحوظ، حيث حقق التبادل التجاري في السنوات الثلاث الأخيرة يعني نسبة تقريبا 88%، بلغ مثل ما ذكرت قبل قليل إذا ساعدتني سام سعد يعني تجاوز 7 مليارات ريال قطري. نعم. هني أخوي منصور، إحنا نتحدث هي عملية القوانين، أولا القوانين الاستثمارية بجانب، أضف على ذلك المناخ الاستثماري ومناخ بيئة الأعمال فيما يخص طبعا رجال الأعمال الكويتيين أو القطريين. لذلك احنا نجد اليوم عملية تبادل، إن كان على صعيد تبادل الشركات أو تبادل الخبرات، كل هذا يلقي بظلاله. تحدثنا عن المشاريع التنموية، تحدثنا أيضا عن اتفاقيات تجارية، تحدثنا قبل قليل أيضا عن الغاز المسال والاتفاق القطري الكويتي، كل هذا يلقى بظلاله. أضف على نقطة أخيرة هنا تحدث عنها، هي أيضا مشاركة الوفود الأمنية الكويتية في بطولة كأس العالم لتنظيم الجماهير. هذا كله يلقي بظلاله على شكل الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين. سام سعد، يمكن أنا ذكرت قبل قليل بأن بلغ حجم التبادل التجاري ما بين دولة قطر الشقيقة. نعم. والكويت 88% تقريبا، وبلغ ما يقارب 7 مليارات ريال قطري وليس دولار أمريكي. هذا طبعا في عام 2023. نعم. مقابل 4 مليارات ريال قطري في العام 2020. إذن مشاهدينا، نتابع معكم وعلى الهواء مباشرة في هذه اللحظات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، يتوجهون الآن بعد خروجهم من القاعة الكبرى بالصالات الأميرية في مطار حمد الدولي، متجهين إلى الموكب الذي سيتجه بإذن الله تعالى إلى الديوان الأميري في ساحة المراسم، حيث ستبدأ هناك مراسم الاستقبال. وكما نشاهد أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظات ومن مطار حمد الدولي توجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، حيث سيتوجه الموكب إلى الديوان الأميري في ساحة المراسم، وستبدأ هناك مراسم الاستقبال. أيها الأخوة والأخوات، لا شك بأن القيادتين السياسيتين الحكيمتين في دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة حرصتا على الدفع والارتقاء بتلك العلاقات إلى مستويات أرحب من التكامل والتعاون المشترك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذن نتابع، وقد تحرك موكب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه،
مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة حفظه الله، متجهين إلى الديوان الأميرية. وكما نشاهد في علم دولة قطر، ننتقل إذا مشاهدينا مباشرة إلى هناك، أيضا إلا أن أو إلى أنه لدى وصول صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة إلى الديوان الأميري، سيرافقه بإذن الله سيرافق موكبه بإذن الله مجموعة من الخيالة والهجانة، تزامنا مع إطلاق المدافع، حفاوة طبعا بضيف دولة قطر الكبير، وإحياء أيضا عرضة أو العرضة القطرية احتفاء بالضيف الكبير وبالقرب من البوابة الشرقية للديوان الأميري. هذه مشاهدينا الكرام وعبر هذه اللقطات الحية مشاهد للموكب الذي لضيف دولة قطر الكبير الذي يتوجه بحفظ الله ورعايته إلى الديوان الأميري، ويحل ضيفا طبعا على دولة قطر في زيارة دولة أبعادها ستكون بإذن الله كثيرة وكبيرة. نحن معكم على الهواء مباشرة
دعوني أشكر باسمكم ضيفي في الاستوديو الأستاذ مساعد المغنم، وأشكر زميلتي التي رافقتني في هذه التغطية إسراء جوهر. وننتقل التغطية إلى الزميل منور مرضي والزميلة رشا. شكرا إذا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء. إذن أيها السيدة والسادة، كما تتابعون بعد تحياتكم بطبيعة الحال، هذا الموكب المهيب لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مستقبلا من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في دوحة الخير، حيث ننتقل خلال هذه اللحظات إلى الدوحة. لو مر طارية على البندق شعل بارودها، حر الجزيرة كل ما يطري تنومست ورقيت، كم حرة سمت عليه من الفخر مولودها، شامت لها العليا وقالت بين يديك اهتديت، المعضلات يحلها والناقصات يزودها، يا مجد الأيام العظيمة لو مضى يوم وضميت، اشرب من يمين التميمي وابشر بموروده، ما يعترف في يمكن ولكن ولا ليته وليت، ما عنده إلا تم ومن اسمه خذا مقصودها، بضيافته شيخ تحيرني المعاني لا بديت، مطالع أبياتي على ذكره يدخن عودها، قالت لها مجاده كفاية قال والله ما اكتفيت، إلينا أشوف كويت عمري والأمان يسودها، على بياض فعونا تسري العرب من دون ليت، الطيب فاري والصعايب حافظين بنودها، كويتنا في قلوبنا من قبل تسكن كل بيت، نحبها ولا نسينا طيبها وعهودها، حتى ولو ما بهلنا حدود ما حدود الكويت، وجيهنا عند الأمور الكايدات حدودها.
إذا نواصل أيها السيدة والسادة هذه التغطية المباشرة الحية من دوحة الخير في هذا الاستقبال من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما في هذا الاحتفاء التاريخي الذي يتم اليوم في جولة جديدة لسمو أمير البلاد بعد أن مر بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومن ثم مملكة البحرين والآن في دوحة الخير مستقبلا بكل هذه الحفاوة من قبل أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في لوحة تعكس عمق هذه العلاقة التي بدأت قبل استقلال دولة قطر وقبل استقلال دولة الكويت هذه العلاقة التي تمتد جذورها تاريخيا في اللحمة التي تجمع الأشقاء في دول مجلس التعاون على ضفاف خليج الخير لا شك أيها السيدات والسادة ونحن نتابع هذه اللقطات التي تأتينا من دولة قطر الشقيقة من دوحة الخير نستذكر بكل فخر واعتزاز هذه العلاقة التي تجمعنا بالأشقاء في قطر وهذا التاريخ الذي لم تشبه شائبة منذ بدء العلاقة بين دولة الكويت ودولة قطر رسميا في عام 1971 مع استقلال دولة قطر الشقيقة عن الانتداب البريطاني هذه الدولة التي لطالما وقفت إلى جانب الحق الكويتي في كافة المحافل الدولية لا شك أن أزمة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت أوضحت لنا الكثير والكثير والعديد من ما في قلوبهم تجاهنا دولة قطر التي شاركت في حرب تحرير الكويت واحتضنت أبناء الكويت خلال أزمة الاحتلال العراقي الغاشم وشاركت في حرب تحرير الكويت مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون وفدت أرض الكويت بدماء أبنائها الزكية جنبا إلى جنب مع أبناء الكويت وقوات التحالف التي سطرت ملحمة تاريخية نفخر بها في تاريخ دولة الكويت هذه الزيارة التي تأتي تسطيرا لعمق هذه العلاقة ولقرب القيادتين والشعبين الشقيقين من بعضهما البعض لا شك أيها الإخوة أن الروابط عديدة فروابط التاريخ والدين واللغة نتجاوزها لنصل إلى روابط اقتصادية وروابط أخوية وروابط عائلية بين أهل قطر وأهل الكويت شراكة تمتد للعديد من السنين جمعت الكويت بقطر وهذه إحدى لوحات هذه المحبة التي نجدها من الإخوة في قطر وهذا الاستقبال المهيب لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في زيارة دولة إلى دولة قطر الشقيقة مستقبلاً من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر منذ وصوله إلى الدوحة مروراً بهذا الموكب المهيب مستقبلاً من قبل الفرسان في هذه اللمحة التي تعكس تاريخاً عريقاً في جزيرة العرب نتابع إذن هذه اللقطات التي تأتينا لأحد مراحل الاستقبال لسمو الأمير
إذن مشاهدينا الكرام، وكنا معكم نتابع مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة لدى وصوله ضيفا عزيزا إلى دولة قطر في زيارة رسمية تحمل معها رصيدا كبيرا من الإنجازات والعلاقات الوطيدة والراسخة بين البلدين الشقيقين، وتحمل أيضا مشاهدينا الكرام أبعادا وأفاقا واعدة بقيادة قائدي البلدين والتوافق المميز والاستثنائي داخل البيت الخليجي. ربما مشاهدينا الكرام تابعنا مراحل الاستقبال متنوعة كانت بين إطلاق المدافع وبين الاستقبال الرسمي وبين أيضا إحياء العرضة القطرية وموكب الخيالة والهجانة تزامنا مع إطلاق المدافع، وسبق كل ذلك ترحيب جوي أمنته الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأميرية. كانت 6 طائرات بشكل منظم واحتفاء بالضيف العزيز. ربما الآن مشاهدينا الكرام لعودة إلى ضيوفي الكرام في الاستديو، يعني سيد جابر